لو ترند النوتش ما عجبكش في الموبايلات فاللابتوبات عليها الدور بس بطريقة مختلفة شوية، واربع موبايلات السنة دي جداد من ابل، واحد منهم هيكون باقل من 300 دولار. يا اهلا وسهلا بيكو في نشرة لويندي. وفر اكس بيديك كاش باك، او بمعنى اصح الفلوس اللي هتشتري بيها اونلاين هيرجع لك جزء منها في محفظتك في وفر اكس. بعد كده الفلوس دي لو اكتر من 5 دولار تقدر تحولها على حسابك في البنك او عن طريق فوري باستخدام رقم موبايلك، والفلوس بتتحول لك كل ربع ساعه. يعني فتره اكتوبر لديسمبر بتستلم فلوسك فيها يوم 15 فبراير. ابدا اعمل حسابك على وفر اكس باستخدام اللينك اللي في وصف الفيديو عشان تستفيد ب 2 دولار ونص هديه اول مره استخدام. في الوقت اللي كل الشركات فيه كانت بتركز انها تديك الموبايل اللي بنوتش صغيره بووتر دروب نوتش او من غير نوتش تماما بسلايدنج وحاجات ميكانيزمات خرافيه، ايسوس فكرت في الموضوع ده بطريقه مختلفه وعملت لنا لابتوب بس بريفرس نوتش، بنوتش خارج الجهاز. اللابتوب طبيعي جدا الفريم بتاعه، ولكن النوتش شيء بيخرج بره الجهاز، بيكون في الكاميرا وسنسورات ويندوز هالو اللي هي تتعرف على وشك وتفتح لك اللابتوب ببصمه وشك او بصمه عينيك. بصراحه في اللابتوب انا شايف ان دي ميزه خرافيه، ومش بس اللي هي فكره ان هي تديك كاميرا فوق اكتر بحيث ان انت مثلا ما تصورش ده انك تصورك من فوق اكتر، ولكن كمان وانت بتفتح اللابتوب كده الغطا بتاعه انت ممكن تستخدم الشيء الزياده من تحت اللي انت يكون عندك جريب احسن او اللي تعرف تفتح اللابتوب بطريقه افضل. بصراحه شايف ان ده ممكن يكون ترند مشهور جدا في اللابتوبات في المستقبل، وعاش ايسوس بصراحه فكره ممتازه. وزي ما احنا متعودين في كل نشره خلينا بقى نتكلم عن الفضاء، وفي خبرين عن الفضاء في النشره دي. الخبر الاولاني هو عن الصين، عن المكوك اللي الصين طلعته اللي هو يروح للجزء المظلم من القمر اللي كان عليه النشره اللي فاتت. الصين نزلت رسميا اول فيديو لمكوك تشينج 4 وهو بيهبط على سطح القمر. الفيديو بيبان فيه ان هو مكوك بيهبط اول ما يقرب قوي من السيرفس مره واحده بيقرب جامد جدا وتحس بغبار وبحاجات كده بتتطير. الفيديو مشوق جدا ومش مفهوم هو ازاي بيحصل كده، ولكن انا بتحمس لحاجات تافهه قوي زي كده. الخبر الثاني عن الفضاء المره دي هو من شركه سبيس اكس، وسبيس اكس بتطلع اول شحنه من الساتلايتس بتوعها. وهم عندهم زي نظره كده لسنه 2019 اللي هم عايزين يطلعوا 137 ساتلايت في الاوربت بتاع الساتلايت، رقم خزعبلي جدا علما مثلا اللي هو الساتلايتس موجوده حاليا هي ضعف الرقم ده، بس هم عايزين هم لوحدهم يطلعوا خلال 2019 نص عدد الساتلايتس موجوده في العالم، رقم كبير قوي. ولكن هل ده هيساعد في تكنولوجيات مختلفه، العربيات الاوتو درايفنج بتاعتهم اللي هم يقدروا يسوقوا نفسهم بنفسهم، حاجات تكنولوجيا تحفه بصراحه. شركه نتفليكس بتاعت الافلام والمسلسلات اللي عندها من اشهر المسلسلات اللي انا بعشقها في العالم اللي هو مسلسل بلاك ميرور، وغيرها من المسلسلات الحلوه جدا بريكنج باد، وغيرها من الحاجات التحفه اللي عاده بتكون اكسكلوسيف على نتفليكس، بتنزل فيلم جديد باسم باندر سناتش. فكره الفيلم ده ان هو بيقول لك تشوز يور اون ستوري، حاجه زي الجيمز لما تيجي تلعب لعبه كده بيقول لك مثلا انت لو رحت الاتجاه اليمين ده ممكن القصه بتاعت الفيلم او القصه بتاعت اللعبه دي تتجه في الاتجاه اليمين عن خالص اتجاه الشمال، يعني ممكن البطل بتاعك يموت في الاتجاه اليمين، ممكن البطل بتاعك يعيش ويتجوز ويجيب حاجات تانية ومش عارف ايه في الحتة الشمال. فيلم باندر سناتش كان من انجح الافلام اللي على نتفليكس خلال الاسبوع اللي فات، وخلى اكتر من مليون يوزر جداد يشتركوا في نتفليكس في فتره بس الاسبوعين اللي فاتوا على حسب ارقام نتفليكس. ولكن تطلع هنا شركه باسم تشوز كو تتهم نتفليكس اللي هم سرقوا فكرتها بتاعه تشوز يور اون ادفنتشر، اختار القصه او اختار تكمله الفيلم، وبتطالب نتفليكس ب 25 مليون دولار غرامه ان هم اخذوا نفس فكرتهم وعملوا بيها افلام. واو، انا ما كنتش متخيل ان الموضوع ممكن يكون يعني عادي جدا نتفليكس عملوا فيلم حلو وخلوا فيه اوبشن انك تختار فكره القصه اللي بعد كده، متهيألي الموضوع ده عادي جدا مش محتاج 25 مليون دولار غرامه، عشان هو انت ما اخترعتش الذره لما انت قلت الناس تختار طريقها. تسريبات حماسيه جدا بتنزل عن الايفونات الجديده لسنه 2019، ثلاثه منهم شبه مؤكدين ودي حاجه مش حلوه فيهم وهنتكلم كمان لحظه. والتسريب الاخير على الايفون الرابع ده التسريبات دي مبهومه جدا مفيش ديتيلز عنها ولكن محمسه جدا. وخلينا نبدا بالحاجات اللي شبه مؤكده. على حسب المسربات الكبير اون ليكس على تويتر بينزل صور جديده، وعاده الشخص ده بينزل صور لاي حاجه 90% من الوقت الحاجات دي بتطلع مظبوطه، وده عشان خبرته الطويله مع الاس 8 والاس 9 وحتى الايفون اكس، كل التسريبات كانت نزلت على الاكونت بتاعه كانت نزلت مظبوطه. وبينزل لها صوره بنشوف فيها الايفون بثلاث كاميرات في ظهر موبايل شبه شويه الميت 20 برو، ولكن مش بنفس ترتيب الكاميرات اللي هو مش في شكل سكوير، لا هما في شكل كده غريب كده مش مفهوم الكاميرات دي عامله ازاي. بصراحه من وجهه
وجهه نظري شايف الديزاين ده شكله بشع جدا، ومش عارف التكنولوجيا هتكون موجوده. انا مقتنع ان الايفون 10 ماكس هو كان واحد من افضل الكاميرات اللي طلعت في 2018، ومعجب جدا بالكاميرات دي، ولكن مش متخيل 3 كاميرات في موبايل. الموبايل بقى سعره كام دلوقتي؟ $1500 نبدا بيها، يبقى غالي جدا، ومش فاهم ليه هيحصل حاجه زي كده. الايفون تاني اللي هو اغلى ظن هيكون ايفون 11، هيكون النسخه ال11 مش ال11 ماكس او ال11 بلس اللي هتكون من الاولاني، واغلب الظن هيكون في نسخه ثالثه هتكون اللي هي زي 11 ار، نسخه كده بنفس الشاشه اللي هتبقى ال سي دي وامكانيات اقل شويه، اللي هيكون نفس امكانيات المعالج والكاميرات وكده، ولكن هتكون ماتيريالز اقل، شاشه اقل، ماتيريالز اقل من الجناب. متوقع الاسعار ان هي هتكون تقريبا حوالي $800 للايفون 11 ار، $1000 للايفون 11 العادي، والايفون 11 ماكس هيبدا من $1300، يعني اغلى $200 من الايفون 10 ماكس او منزل اللي كان ب $1100، اللي هو اصلا لما تروح تشتريه مش بيرسي على 1100 خالص، انت تروح تشتريه بيرسي على 1500 عشان الجمارك والتاكسز والى اخره. المهم ده مش موضوعنا، موضوعنا بقى عن ايفون. طلعت بعض التسريبات البسيطه جدا عنه، بيقول لك هيكون هو زي الايفون اس اي الجديد. كانت نزلت تسريبات زي كده السنه اللي فاتت، والتسريبات دي في الاخر ايفون اس اي ده اتحول للايفون ار، ولكن على حسب التسريبات الجديده بنتوقع ان احنا ممكن نشوف ايفون 11 اس اي بامكانيات اقل من الار. طبعا احنا هنتكلم هنا على شاشه ال سي دي، مش شاشه اموليد ولا شاشه اوليد خالص، وحجم الشاشه نفسه هيكون حجم صغير بالنسبه لي، انا متوقع مثلا في رينج 5.3 5.4 بوصه، والمعالج بتاعه هيكون نفس المعالج الموجود في الايفون 10 اس اللي هو المعالج ال A11 بايونيك اللي هو معالج بتاع السنه اللي فاتت وقت ما هيكون في المعالجات الثانيه جديده. ولكن كل ده عادي، كل ده ممكن يكون مقبول لو ابل مثلا ادتنا الموضوع ده بسعر كويس، وهو ده شكله اللي هيحصل، لان الايفون الجديد ده على حسب التسريبات هيجي بسعر $400، اي بمعادل حوالي 7100 جنيه مصري فقط. تشتري ايفون جديد من شركه ابل ب 7100، طبعا جمارك ومش عارف ايه، ممكن يوصل 8 9، ولكن انت متخيل ايفون جديد كده هتروح تشتري من الشركه 7000 جنيه؟ ده لو حصل يبقى حاجه خرافيه، وانا منتظرها فارغ الصبر، واكيد هيتعمل لها فيديو لو دي حاجه بقت موجوده يعني. وعلى ذكر الريفيو بتاعت ايفون 10 ماكس اللي لسه ما نزلتش لغايه دلوقتي، انا بعتذر جدا يا جماعه، وهي حاليا جوه الشغل كده وهتشوفوها في خلال الايام الجايه. واخر حاجه عايز اقول لكم عن الايفون، ان الايفون 10 ماكس رسميا واخد افضل شاشه في 2018 حسب موقع ديسبلاي ميك. وعلى ذكر الموبايلات الجديدة، في يوم 20 فبراير اللي جاي هو الميعاد الرسمي المحدد من شركة سامسونج للإعلان عن الاس 10، الاس 10 ماكس أو الاس 10 بلس. وكعادة كل سنة الناس بتتوقع إن احنا ممكن نشوف نسخة اس 10 لايت، نسخة رخيصة شوية من الموبايل، أسعار لحد ما تعتبر رخيصة نسبيا، نسبيا رخيصة، وهي الاس 10 لايت هيبدأ ب 670 يورو أي بمعادل تقريبا حوالي $700 $720. نسخة الاس 10 هتبدأ ب $800، ونسخة الاس 10 بلس هتبدأ ب $900. وعلما ان الاس 10 والاس 10 بلس هيبداوا من 128 جيجا و6 جيجا بايت رامات، نسخه الاس 10 لايت هتبدا ب 4 جيجا رامات و64 جيجا مساحه تخزين داخليه. بصراحه الاسعار دي بالنسبه لموبايل فلاجشيب هيكون اول موبايل نشوفه في السوق المصري او السوق الوطن العربي بيجي بالمعالج ال 855 الجديد، بصراحه اسعار لحد ما نسبيا نسبيا رخيصه، ودي بصراحه حاجه تضايق ان انا بقيت اقول نسبيا رخيصه على موبايل بسعره $700 أو $800، لان الموبايل الغالي زمان انا فاكر اس 5 اول ما نزل كان يا جماعه الموبايل ب $700 $750، وكان اللي هو يا نهار ابيض حد يدفع $700 في موبايل؟ انت عبيط يا ابني، روح حط فلوسك يا ابني في عربيه ولا تحط فلوسك في اي حته. وده اللي بيحصل فعلا في الاس 4 اس 5، ودلوقتي بنشوف موبايل اس 10 ونقول ياه ده رخيص قوي ده ب $700. بس بصراحه غليت قوي، وفكره ان انت تاخد كاميرتين وثلاث كاميرات في الموبايل ومعالجات جديده، هي اكيد التكنولوجيا ليها ثمنها، ولكن مش بالثمن الفظيع اللي الشركات بتاخده منها، هي لازم يربحوا يعني بس كتير. وعلى ذكر سامسونج، ففي مؤتمر سي اس كونسيومر الكترونيك شو، المؤتمر السنوي بتاع التكنولوجيا الخرافيه اللي بيكون في لاس فيجاس في امريكا، سامسونج قالت ان هي هتكون مركزه الفتره اللي جايه جدا على قسم الروبوتات، الروبوتات اللي تقدر تساعد الناس الكبيره في السن، اللي هيجيب لها مثلا نسكافيه تفكرها بمواعيد الادويه وتجيبها لها كده قدامها وتقول له يلا اتفضل خد الدواء بتاعك، للروبوتات اللي هتكون في المطاعم والمحلات اللي تجيب لك الساندوتش لغايه الترابيزه بتاعتك وتقول لك اتفضل وتعمل لك سمايلي فيس كده على الشاشه اللي قدامك. وعلى حسب كلام سامسونج بتقول ان الاسواق في الروبوتات فاضيه جدا، ولو سامسونج قدرت ان هي تدخل وفعلا تقدم المنتج اللي هيساعد اليوزرز في حياتهم اليوميه، هتقدر هي ده يكون سوق جديد بالنسبه لها. والكلام ده كان موجه للانفسترز اللي هي الناس اللي هتدفع في الشركه عشان تانفست لها فلوس، مثلا واحد يدفع $1,000,000 عشان بعد سنتين ولا حاجه المليون دول يبقوا اثنين وثلاثه فيكون هو كبر وكده. الكلام ده طبعا مش لينا يعني، بس انا بحب اهتم بقى بالحاجات دي كده واقعد اعرف انا هم بيدفعوا فلوسهم فين، ده اول حاطه فين، بيكسبوا ازاي، وشايفين حاجات.
جوجل بتوقف جهاز كروم كاست اوديو، الجهاز اللي انت بتوصله بالسماعه بتاعتك الغبيه وبيخليها سمارت سبيكر متوصله بواي فاي وحاجات جوجل رسميا بتوقفه، بس بتضيف فيتشر في اجهزه الجوجل هوم بانك دلوقتي تقدر تكون فيها بلوتوث وكونكت هي للسماعات البلوتوث ويبقى عندك سمارت هوم سبيكر عن طريق الجوجل هوم بتاعتك. لو انت مش من مستخدمين جوجل هوم او اجهزه جوجل الذكيه للسمارت هوم، الخبر ده مش مهم قوي بالنسبه لك، ولكن انت فايتك كتير قوي لما مثلا تروح تقول لها هي جوجل اي ستيل لاف يو سو ماتش. You're pretty swell yourself. ربنا يخليك. طبعا في خبر مهم جدا هو عن اصدار الريدمي نوت 7 في الصين باسعار خرافيه وخزعبليه، ممكن ده يخلي موبايل زي الريلمي 2 برو الجديد اللي كان ب 8 رامات 128 جيجا كده اللي هو تفكر مرتين قبل ما تشتريه. ولكن احنا عملنا فيديو اللي فات عن الموضوع ده واشجعك انك لازم تشوف الفيديو من الايفون علمين، لانه فيديو يعني خزعبلي جدا لسه ما شفتوش، لازم تشوفه بقى. وليه بقى الاحصائيات النشره دي؟ احصائيات النشره دي هتكون عن اسوأ ترندات التكنولوجيا اللي ظهرت في 2018 اللي ليها علاقه بالمستخدمين. ممكن تكون هي ترندات تكنولوجيا مبسوطه جدا بها الشركات، ولكن من ناحيه المستخدمين انا بصراحه متضايق جدا منها. ونبدا باول ترند تكنولوجي. الموضوع ده بدا لحد ما من نهايه 2017 ولكن انتشر جدا في 2018، وهو ان كل الشركات بدات ايفون عمل نوتش في الايفون اكس، كلنا هنعمل نوتش في موبايلاتنا لان النوتش ده هو المستقبل. ومن الواضح النوتش مش المستقبل خالص، والشركات اللي احتفظت بعدم وجود النوتش في اجهزتها تقريبا من اكتر الشركات اللي هتنجح الفتره اللي جايه، لانها كانت بتفكر من زمان في موبايلها ان هو يكون من غير نوتش. اختفاء مدخل سماعات الموبايلات، الموضوع ده بدا من قبل 2017 كمان في الموبايلات الغاليه من ابل وكده، ولكن بدانا نشوفه في 2018 جدا يدخل الموضوع ده للموبايلات كمان الميد رينج، موبايل ب 3000 و4000 جنيه ب 200 300 دولار ما فيهوش مدخل سماعات الهيدفون. ومن الواضح ان المستقبل فعلا، وخلال سنه 2019 ممكن كمان ما نشوفش موبايلات اصلا بمدخل هيدفونز، وممكن الكلام ده يكون في الاستن الجديد. ارتفاع اسعار الموبايلات الغاليه بطريقه خزعبليه وانخفاض اسعار امكانيات الموبايلات الرخيصه بطريقه خزعبليه، ما كناش نتخيل نشوف موبايل ب 300 دولار باغلى معالج موجود اللي هو سناب دراجون 845 زي موبايل بوكوفون، وما كناش نتخيل نشوف ايفون ب 1100 دولار كده اللي هو ما شاء الله كده مش شركه، اللي هو لسه بقى ما تضافش عليه التاكسس والجمارك والحاجات اللي هو بيرسي فلوس على 1400 1500، لا اللي هو مش شركه ب 1100 دولار. وبرده في 2018 واواخر 2017 ظهر قوي ترند بتاع الاي ار ايموجيز بتاعت سامسونج اللي هي تقعد تعمل حركات بوقك وهي تعمل ميمك لشكلك، حاجات فاشله جدا. هواوي عملت حاجات برده فاشله جدا، سامسونج عملت حاجات فاشله جدا، ويعني ما كانش ليها اي معنى ان هي تنزل ومحدش كان بيستخدمها في الاخر، فيتشر يعني منتهى التفاهه محدش بيحبها. وانا بتكلم من وجهه نظري، انا شايف ان هي منتهى التفاهه، ممكن الناس شايفاها حاجه عظيمه جدا بس مش هنتكلم عن ده. دي كانت نشره النهارده يا جماعه، اتاكدوا انكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان انا متحمس جدا 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 لمشروع جاي قريب قوي على القناه. مش هينفع مشروع ده يفوتك، مشروع كبير من 5 فيديوهات او 6 فيديوهات، حاجه كده ما شفتهاش انت في مصر ولا في الوطن العربي ولا اتعملت في اي حته قبل كده. انا متحمس جدا ان اوريكم المشروع ده، هعمل عنه خلال الفتره الجايه واوريكم حته منه كده، فيديو سامسونج اللي فات لو شفتوا الفيديو لازم تشوفوه من هنا. بس اخر حاجه حماسيه جدا، شكرا على شفتوا الفيديو، تاكد ان شايف القناه وتفعلوا زر الجرس، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.